الزاكيات الزاكيات على علم الهدى السراج المنير الطهر الطاهر أبي القاسم وإبراهيم صلوات الله وسلامه على روحه وبدنه، ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى المولد النبوي وكذلك ذكرى ولادة حفيد النبي المصطفى الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وعادة الإنسان في مثل هذه الذكريات يقف حقيقة والحياة تسيطر عليه، من أين يبدأ وعن ماذا يتحدث وما هي الوسائل التي تربطنا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. والناس في ذلك قسم يبني هذه العلاقة على أساس العاطفة المحضة، وإن كان هو يستفيد من هذه العاطفة، يتحرك بهذه العاطفة، يفرح ويبكي، تتحرك جوانحه. وربما هنالك بعض الناس يأخذ القضية بلحاظ الجانب الفكري وتأثيرات النبي صلوات الله وسلامه عليه على البشرية، ولكن النهج القرآني يريد منك أن تجمع بين العاطفة والفكر، يريد أن تتحرك العاطفة عند الإنسان ويدخل النبي كما يقول السيد محمد باقر الصدر ولو بلحظة واحدة في حياتك. ولو يدخل بلحظة واحدة في حياتك، سواء على مستوى السلوك أو على مستوى الجانب العاطفي. القرآن دائما يذكر النبي، يذكر أنه لا بد أن تكون العلاقة مبنية على الجانبين، يعني جانب فكري خالي ربما لا يحرك عند الإنسان، كما أنك لو تقرأ لأحد الشخصيات، لأحد الحكماء، لأحد الفلاسفة، لأحد المتميزين في العالم، فتقرأ فكرة، تقرأ شوبنهاور، تقرأ فلان، تقرأ فلان، أرسطو، سقراط، بس تشعر أنك تقرأ قراءة جامدة. وبالتالي كأن الله أراد أن نجمع، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إليك، واجعل قلبي متيما بحبك. كلمة متيم وقف عندها بعض الحكماء، يعني أن يكون إنسان متيما في شيء، يعني متعلقا في شيء، كأن هذا الشيء امتزج مع نفسه وقلبه وروحه وعقله. وهذا يومية أو كل ليلة جمعة نقرأها بدعاكم، واجعل قلبي متيما بحبك، يعني تارة تحب الشيء وتارة أنك إذا أحببت ذلك الشيء لا ترى شيء غيره، لا ترى إلا الله سبحانه وتعالى فيه وبعده وقبله. فهذا هو التتيم والتعلق والانشداد والحب. وهذا عاشوه بعض المسلمين، سواء كان في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان هنالك من الصحابة من يجلس متعلقا وينظر إلى النبي ولا يزيغ بصره عن النبي في كل حركة أو سكنة أو قيام أو قعود أو مجلس. وحتى أولئك الذين عاشوا
بعيد بعيدون عن النبي. والقصة يمكن أنا ناقلها بخدمتكم، أنه أويس القرني من اليمن أسلم وكان متعلقا بالنبي وبحب النبي، فأرسل رسالة إلى النبي وقال: يا رسول الله، إني أحب أن أراك، ولكن عندي أم كبيرة تحتاج إلى رعايتي، فأخشى أني أتركها فتموت، فأرسل إليه النبي قال: ابق مع أمك. يقول تقول رؤيا: حتى إذا توفيت أمه، بلغت أن كفنها ودفنها، خرج من اليمن إلى المدينة ماشيا وهو لا يمتلك شيء، فقير، حتى ما عنده يعني دابة وراحلة، فكان يمشي، ولكن شو يقول؟ لا ينام، يمشي الليل مع النهار، يريد أن يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد. حتى إذا وصل إلى أطراف المدينة فسأل أحد الخارجين منها: ما وراءك؟ قال: توفي رسول الله. فيقول تقول رؤيا: جلس في أطراف المدينة ولم يدخلها، وجلس هناك يبكي أياما. شوف هذا الشوق كيف تعلق في قلب الإنسان، لأن الشوق حينما يتعلق يحرك الإنسان. يعني مثل لما تذكر صلاة الليل، صلاة الليل تارة تكون مشتاق إليها فتقوم وتطيل فيها الركوع والسجود والتسبيح والتهليل، ولا تحب أن ينقضي الوقت عنك. وهذا الصيغة عند بعض الناس ولو بين فترة وفترة، وتارة لا، أنت تصليها من باب أنك تنال هذا الثواب وهذه البركة وتريد أن تؤدي هذا المستحب، فهنالك فرق بين هذا وذاك. وبالتالي أن الله سبحانه وتعالى طلب من المؤمنين قال: وأعينهم تفيض من الدمع. تفيض، مو قطرات، لا، تفيض من الدمع حبا لرسول الله. وين يعني؟ حينما يخرج، خرج رسول الله في يعني أحد الغزوات وقال، وخاصة في عام العسرة، أننا لا يمتلك شيء، كل واحد يجي هو يمول نفسه، يجيب الدابة مالته ويجيب خبزاته ويجيب تمراته ويجيب أشياء ويجيب. فأجوا بعض الفقراء للنبي وقالوا: يا رسول الله، لا نملك، لا نملك، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. يعني هذا مو رايح يتونس، لا، هذا رايح إلى القتال وهو معسر. يعني حينما يكون الحب للإنسان المؤمن مع دينه، مع رسالته، مع قناعاته، مع النبي، مع الإمام، حينما تكون قضية بهذا المستوى تتغير كثير من المفاهيم، وبالتالي تراه يتحمل. يعني تارة احنا مرت علينا بأيام الشباب نصوم، عندنا قناعة وأهلنا هم يردونها ويحببوننا هذا، بس احنا حينما نصوم ننتظر الإفطار لحظة اللحظة، ننتظر حتى إذا ما نادى المؤذن الله أكبر هرعنا إلى الطعام. وبعض المرات يجي الإنسان لا هو صائم، وهو صائم شقد يعني 20 ساعة. يعني بعض المرات أنا سألت أحد الإخوان، أو سألني أحد الإخوان، قالوا ذول بالسويد بعض المناطق يصومون 22 ساعة أو 20 ساعة. قلت له أنا سألت أحد المؤمنين، صحيح نشوفها صعبة
ومتعبة. بس سألت أحد المؤمنين واللي هو يعيش هناك، قلت له شنو موقفك من هذا الصوم ومشاعرك؟ قال أنا ما أدري، أنا من أول عندي فتلذة بالصوم، ومع ذلك هذه القضية ما شفت تأثر عليها، ومع أنه انتقلت من أماكن كان الصوم 16 ساعة و 18 ساعة و 20 ساعة و 22 ساعة، بس ما شفت يعني تأثير، شفت هيك كأنه حالة أنا خلص يعني موطن نفسي عليها. إذا أقول حب النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني الذي نحن نفتقده، وكما ذكرت قدمتكم أنه لعل الإنسان ولو يحصل له فت ساعة في حب النبي شوقا أو دقائق أو لحظات، وقطعا هذه الدقائق تنتقل من الحب إلى العمل، لأنه أنت إن المحب لمن أحب مطيعه، إذا أحببت رسول الله ورسول الله يكره هذا الأمر أنت ستكره هذا الأمر حتى لو كان هو مباحا. وبالتالي لا بد المؤمن أن يجمع بين هاتين القضيتين، يعني بين الجانب الحب والود والولاء، وبين جانب الفكر وما كان عليه رسول الله. فمن تجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني ينبغي أن يدرس مو شخصية يعني فقط الله سبحانه وتعالى بعثها وأرسلها، لا، النبي هو تميز بعدة أشياء. أولا يعني هو نبي كالأنبياء، اشترك مع الأنبياء جميعا، الواحد. الشيء الثاني هو حمل رسالة أولي العزم، وهم أيضا لهم امتيازاتهم الخاصة، يعني امتيازاتهم فيما يعني سلمتهم السماء من الأوامر. ثم أن النبي حمل الخاتمية، والخاتمية بحد ذاتها ربما هي التي جعلته أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء وأطهر الأنبياء. الخاتمية مسؤولية ومشروع غير مشروع النبوة، النبوة مشروع والخاتمية تمشي معها خطا وتختلف عنها عرضا، وبالتالي الخاتمية بحد ذاتها هي تمتلك رؤى مختلفة. يعني بعض الناس يقول ليش النبي خاتم؟ وليش الختمة بالنبي؟ وليش النبي ما لكم سميتوه خاتم الأنبياء؟ هو الباقين يصيرون خاتم الأنبياء، هو عيسى يصير خاتم، وموسى يصير خاتم الأنبياء، من سيأتي بعد النبي أنبياء ويكونون خاتم الأنبياء. أقول هي هذه القضية هي قضية مسؤولية الله سبحانه وتعالى حملها إلى النبي المصطفى في حمل رسالة الخاتمية، باعتبار أن الإنسان قد تدرب على أيدي الأنبياء من خلال 124,000 نبي حتى اكتمل في مجال التجربة وفي مجال العقل، وجاء النبي له ببعض المتميزات التي يعني تغطي ملامح الكمال عنده. يعني أنت الآن لما نأتي إلى النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه أخذ جانبا، هم الأنبياء بشكل عام بعضهم يأخذ جانب ويشترك، يعني هذا يصلح الجانب الاقتصادي، هذا يصلح الجانب السياسي، هذا يصلح الجانب الاجتماعي، هذا يصلح جانب الانحراف الجنسي، هذا يصلح جانب الانحراف الاقتصادي في المال. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وكل واحد يأخذ لعله مع النبوة العامة يأخذ شنو؟ جانب. الخاتمية عند رسول الله أخذت كل هذه الجوانب، يعني شارك الأنبياء فيما هم فيه وشارك أولي العزم في مختصاتهم، ثم تميز عنهم
ولذا لما نجي إلى سيرة النبي نشوف النبي جاء في هذه البلاد محاطة منا الحبشة ومنا الفرس ومنا الروم ومنا الرساسنة ومنا المناذرة ومنا بعض الدول الصغيرة التي كانت محيطة، فجاء النبي بوسطهم، وبالتالي هذول كلهم عندهم مشاكل اجتماعية واقتصادية وفكرية وسياسية، فأجى النبي في كل هذه المجالات طرح حلولا. يعني في الجانب الاقتصادي النبي عنده مشروع متكامل، في الجانب السياسي النبي عنده مشروع متكامل، في الجانب الاجتماعي النبي عنده مشروع متكامل، في الجانب المعرفي النبي عنده مشروع، في الجانب الثقافي النبي عنده مشروع. لو ناخذ نموذج واحد مثلا الجانب الاقتصادي، خلينا ندرس شنو كان بالجاهلية وشنو كانت العلاقات الاقتصادية عند الروم وعند الفرس وعند الرساسنة والمناذرة وعند يعني الأحباش، نشوف الجانب الاقتصادي شلون كان والمشروع اللي إجا به النبي في إصلاح هذا وإيجاد بديل للجانب الاقتصادي. كان هناك الاعتماد الرئيسي على الربا، الاعتماد الرئيسي على بيع العبيد، الاعتماد الرئيسي والعياذ بالله حتى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، جانب التجارة في هذه القضية. تجد أن الناس ماذا يعملون في المحلات والأسواق؟ يعمل ساحر ويكسب منه، ويعمل كاهن، ويعمل مشعبث، ويعمل هذول اللي يسموهم عراف، ويعمل 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 في الغش ويعمل، هاي كلها كانت هي الأعمال السائدة. ولذا الآن ننتقل الرسالة العملية خاصة في باب المكاسب المحرمة، تجد أن هنالك حوالي 20 مكسبا حرمها الإسلام كانت قبل الإسلام هي شغلهم وأسواقهم ومحلاتهم. فلما نجي إلى النبي في هذا فقط المشروع الاقتصادي، المشروع الاقتصادي كان يعتمد على الربا، النبي غيره إلى القرض، غيره إلى العطاء، غيره إلى الخمس، غيره إلى الزكاة، غيره إلى الصدقة، غير إلى يعني شراء العبيد وإطلاقهم. فتجد أن القواعد والأسس التي بني عليها الاقتصاد الذي جاء به، حتى نعرف أن النبي مو فقط شخصية لا، وإنما جاء بمنظومات متكاملة، يعني هاي منظومة الجانب الاقتصادي، وربما لو هذا الإنسان يتحدث بها قد تستوعب منها أيام شنو الأحكام التي جاءت في تحريم بعض الأعمال وتشريع بعض الأعمال، في توزيع الأموال، في توزيع الثروة، في توزيع في العطاء، في الصدقة، في كل هذه القضايا، الزكوات والصدقات وغيرها كل. فإذا مشروع متكامل صحيح ما بني، يعني ما أخذ به كمشروع متكامل، أخذ به كمفردات، يعني الإنسان يعطي زكاة من أجل أن يتخلص من حرام، يعطي خمس من أجل يتخلص من أمر واجب من أجل فلان، في حين ذني من ينجمع ضمن منظومة دولة ونظام اقتصادي، ذني هن بحد ذاته شنو؟ هن موارد، هن موارد للدولة غير الموارد الثانوية، وحتى أدخل في تلك الموارد كالمعادن المنطبعة والمعادن الظاهرة مثل المعادن الأملاح والمغنيسيوم والفوسفات، هاي الظاهرة والكبريت،
والمعادن الباطنة مثل النفط وغيرها من حتى يدخل بها الذهب. فخلى هاي المعادن لها أحكام وهاي المعادن لها أحكام. ومن أين تؤخذ الخمس والزكاة؟ حتى لو أخذتها الدولة، الدولة ملزمة أن تطلع من عندها مثلا خمس المعادن، لأنه لما نجي للخمس في أي أشياء، في المال الزائد، في يعني ما يستخرج في المال المختض بالحرام، فيما يستخرج من البحر في الغوص، فيما يستخرج من الأرض، هذه مثل الخمس. تجي الزكاة أيضا من نفس الشيء في تسعة أشياء. فإذا لما يدرس يدرس نظام اقتصادي متكامل الموارد وبما فيه طريقة الصرف وطريقة الجباية وكل هذه القضايا. ولذا أنه مفردات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله، كل ما حاجة الناس بما في حتى الخدمات والبنى التحتية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وأبناء السبيل. وبعد شنو؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلف قلوبهم، أحسنتم، والغارمين وفي سبيل الله. في ثمن موارد. هذا معناه أنه هي موارد ضخمة حتى تنصرف بهذه الطريقة. يعني هي مو مال كم فلس، أذني مال ذكاء أعطيه هذا الفقير. لا، الفقير هو ظاهرة في المجتمع إذا وجدت، وإلا الفقير يفترض هم الدولة مسؤولة أن توجد له شنو؟ فرصة عمل. ولذا تشوف النبي بنفسه من يجي الفقير ما يقول له هاك هاي فلوس، يقول: كنا جلوس جاء إلى النبي فقير، فدخل النبي إلى داره واستخرج حبلا ثم أخرج درهما، قال: بهذا الدرهم تشتري قدوم، يعني هذا فاس، وهذا حبل، وتذهب إلى جبل أحد وتجمع الحطب وتبيعه وتعيش. يعني حتى الفقير، الفقير مو يريد الطيب، لأنه عطاء الفقير مع الله كسرة، بس تشغيل الفقير أهم عطاء، حتى يبقى هو بكرامته، يبقى هو يعيش. وهذه يعني الله يجزاه، أنا هذه جربتها. يعني حينما يأتي بعض الناس يقول: أنا فقير شيخنا، أنا فلان، فأقول له: شوف لك شغلة، وأنا شقد أقدر أساعدك؟ أقدر. يقول: لا هسه محتاج. يقول: لا محتاج، أعطيك هسه 5 و10 و15 و20 و30، بس مو إذا ما في ذا، وأشوف لك وسطية، وأشوف لك شغلة، وأشوف لك مجال فرصة عمل، وهذا أقدر أدبه لك بدل 25 أدبه لك 200-300 ألف دينار. وفعلا بعضهم أولا اشتغل ورزقه الله، ثم جاءني منهم مجموعة يرجع الفلوس. أقول له: هاي الفلوس خرجت بعد من الصندوق من بيت المال، فأنت إذا تقدر تشوف أكو فقير ثاني وياك بالسوق تساعده، وهاي الفلوس أنا ضمهن يمي إلى أن أشوف إنه واحد جيبه فليأخذ. فمو يعني المقصود أنه الخمس يطلع حتى يعطي الفقير، حتى ينكسر، حتى يتعلم على الجدية، حتى يتعلم على شو، لا، وإنما من أجل تقويمه. بس بعض المرات قد تكون لك حالات: هذا مريض لا يستطيع العمل، تكون مرأة لا تستطيع الخروج في مجتمع شرقي ما تقدر تطلع تشتغل، أو امرأة ربما عاشت كرامة وعاشت معيشة هنية
مرتاحة، والآن أصابه بلاء، توفي زوجها، توفي أبناؤها، وبقيت وهي كريمة النفس. وهكذا هذول استثناء، بس أصلا معالجة الفقير مو بدفع المال. إذا رسول الله كان هو الذي، يعني حينما نقرأه أقول فإذا النبي في مشروعه الخاتم منظومة اقتصادية كاملة، حتى اللي يقولون هذول أولادنا لا ما يعرفون، ولذا ما يجون ولا يهتزون، لأن إحنا لا شبعناهم بالحب وعلمناهم من الطفولة، لأن هذول حتى الغربيين بعض ما يشبعوه بالكريسماس وبمولد عيسى صلوات الله وسلامه عليه. قد يكون هذا جانب، احنا لا شبعنا في هذا الجانب ولا بعدنا اولادنا بنالة باب النبي، مو هيك رجال الله بعثه وخلاص، لا، النبي جاء بمنظومة اقتصادية في عالم يعني مثل الآن، يعني في هذا العالم عالم الربا. أكو دكتور، وأنتم ربما سامعين هالقصة وأنا سامعها منكم، دكتور في بنغلاديش، وكان دكتور أطفال، بدأ ينتقل من مهنة الطب إلى أن سوى شيء، قام ذول الفقراء يأخذ منهم ويقول له جيب ايش قد عندك، عندك سنت، عندك سنتين، أسدد لك إياه سهل. فبدأ يعمل بنوك، فتحولت هذه البنوك في بنغلاديش وفي دكار بالخصوص من أكبر البنوك، وبالتالي تحولت هذه الأموال إلى تشغيل آلاف العمال من خلال مشروع هو اعتمد عليه، مالته مو على فلوس كثيرة وأشياء وأموال، لا، على الأموال الصغيرة بدأ يجمع سنت سنت إلى أن تتحول إلى ذات قيمة، ويقصرون هم يعني حتى هذا اللي يظل يشتغل، ربما دكتور محمد جزاه الله خير قد يعرف كثيرا عن بنغلاديش وعاش فيها فترة. فهذه القضايا أقول أن النبي صلوات الله وسلامه كان يعمل هكذا أشياء وهكذا مشاريع من أجل أن لا يجعل الفقير يعني يستجدي ويطلب. إذن مجموعة مشاريع في هذا المجال، في هذا المجال، في هذا المجال، في هذا المجال، هذا لو كنا نعلم يعني أولادنا ونجلسهم ونحدثهم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، عن أئمة الهدى، عن الإمام الصادق اللي يعيهم ذكرى ميلاده، الذي يعني بالخلاصة الإمام الصادق أوجد جيش، ولكن جيش ليس بالسلاح، يعني الإمام زي العابدين هيا بعد الانتكاسات في قتل علي وقتل الحسن وقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بدأ الإمام زي العابدين يهيئ، وثمر هذه التهيئة الإمام الباقر، واستغلها الإمام الصادق حتى يقول القائل دخلت إلى مسجد الكوفة فوجدت 400 شيخ في رواية، 900 شيخ في واقعة ثانية، 4000 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. هذا معناه أن الإمام استطاع أن يوجد شيء، ومن هنا نقول أن النبي والأئمة يصنعون حدثا، معناه أوجد 4000 ممن يحملون منهج وطريق وفكر أهل البيت، لأن القضية صارت مؤلمة، يعني بكربلة سبط النبي يقابل 34000 في أقل الروايات، يقابلون 70 نفر ويأتون عليهم جميعا، فصارت مزعجة، فراح اشتغلوا الأئمة شغل ثاني. وبالتالي هذا اللي يقول دخلت إلى الكوفة فوجدت 4000 شيخ كل يقول، الشيخ المقصود به مثل إذا شايفين حوزات النجف أو حوزات قم،
مجاميع، كل مسجد بيفد 50-60 واحد قاعدين من العلماء، وكل واحد حوله 4-5 يعطيهم درس، إما فقه، إما أصول، إما حديث، إما منطق، إما فلسفة، إما عقائد، إما أشياء يعلمون. فيقول في الكوفة 4000 شيخ، وذول كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. فمعناه أوجد جيشا بال يعني ملخص ما يراد أن يقال عن أبي محمد جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنه استطاع أن يخلق هذا الجيل. ولذا نسب إليه المذهب، وقيل هؤلاء جعفرية. أنا هنا أكتفي، ولكن أقرأ شيء عن النبي كأنه نستمع إلى الإمام الحسين وهو يتحدث. سأله بعض الناس، قالوا له يا ابن رسول الله صف لنا النبي، فاستمعوا ماذا يقول بلغة بسيطة سهلة. هذا مو حديثي، وإنما حديث الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. عن الإمام الحسين عن أبيه قائلا: فسألته عن مخرج النبي. كلمة مخرج تستخدم للخروج وتستخدم للسلوك العام. فصار هو الإمام الحسين ينقل عن أمير المؤمنين، فقال عليه السلام: كان رسول الله يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. ساكت، بس من يسألوه يجاوب، ومن يكون أكفت شي قضية مهمة أن يوضحها يجاوب. ويؤلفهم ولا يفرقهم، ويحذر الناس الفتنة، ويحترس من غير أن يطوي عن أحد بشرة. مو مقطب، بس هو حابس كلامه، بس الابتسامة عليه. يعني ما قفت واحد يحبس كلامه ومتنق على الوادم، ومرة لا هو ما متنق، يقول بشر ماله حتى عن هذا الساكت عنه من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه. شلون فلان، شلون فلان، شلون صدق. ذكر أحد المؤمنين مريض في المستشفى، اتصل بي وطلب منكم في هذه الليلة أن تدعوا له وهو في وضع حرج، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. شكوا بالبلد، فيحسن الحسن ويقبح القبيح. الشيخ مزيان يقول بارك الله فيهم، هذا شيء زين. شيخ قبيح يقول مع الأسف هذا شيء قبيح. ويوهنه يعني ضعف القبيح، ولا يقصر عن الحق. فسألته الإمام الحسين، سأل علي صلوات الله عليه عن مجلسه. يصورون شلون النبي. قال: كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله، ويوطن الأماكن وينهي عن إيطانها. يعني مو بدون مكانك إلا هذا تلزق به. فجيت قاعد، ما لقيته انتقل غير مكان، ماكو مشكلة. يجلس حيث ينتهي به المجلس، من يطب لكم مجلس يقعد، ويأمر به ويعطي كل من جلسائه نصيبه. يباعون هذا شوية، يباعون هذا شوية، يباعون هذا شوية، يزن هذا شوية، يبتسم وهذا،
حتى لا يحسب جلي حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. حتى ما يصير خاطر واحد يقول والله النبي بس قام يسولف في فلان في حبه وإحنا ما لنا قيمة. كان دائما البشري سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. يعني ثلاثة زمن يمدحون واحد يوصلون للنبوة، ثاني يوم ينزلون عدوى. يتغافل عما لا يشتهي، قد ترك نفسه من ثلاثة: المراء يعني الجدل، والإكثار من الدنيا، ومما لا يعنيه. اثنين قاعد يسولفون لا تطلب خشمك وياهم. وترك الناس من ثلاثة: كان لا يذمه أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته. إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه. كنا إذا جلسنا إليه إن ذكرنا بالآخر إن ذكرنا الآخرة أخذ معنا، وإن ذكرنا الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معنا. كان يقسم نظراته بالسوية ولم يبسط رجليه بين أصحابه قط. ولقد كان رسول الله يداعب الرجل يريد أن يسره. شوفه مهموم، سولف وياه، يضحك وياه، خفف عليه. إذا رآه مغموما كان يفشي السلام على الرجال والنساء والصغار. كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم، ويكني النساء حتى من لم يكن لها ولد، ويكني الصبيان: أبا محمد، أبا علي، أبا حسن. ما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه. كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة. إذا دخل في بيته يخيط ثوبه ويخصف نعله، يعني سهل على عائلته، ويصنع ما يصنع الرجال في أهله. كان يكره الإطراء والألقاب، لأنه بيجي مدحه يقول على كيفك، إنما أنا ابن امرأة. وكان يأخذ شيئا من التراب ويسقطه ويقول: منها خلقناكم وإليها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الحمد لله. كان يكره الإطراء والألقاب. صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا جعفر بن محمد الصادق، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صلي
على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.